أنا وكتير من الناس منفتش على وجبة صحية أقل من 300 كالوري منفكرها مهمة مستحيلة. بالحلقة الصحية لليوم الشيف رح يعرفنا كيف نعمل وجبات شهية أقل من 300 كالوري. ثلاثمية كالوري هذا أوه. انت هول الاحاديث بتحبيهم بس بتحب تسمعيهم بس مش نحن بحلم يعني لا كل ما هو لا انتبه انا كم مره تقول لك صرت تقول لي فات كثير وزيت كثير وزبده كثير وسكر كثير بالنهايه الكالوري كله كالوريز اوكي قد ايه باخذ انا كالوريز بنصح اما بضعف حسب هذا هلا اكيد الهدف من 300 كالوري انه نحن عم ننبش على اكل يمكن شخص مش اجبار حدا يكون ناصح ولا ضعيف ولا شخص بده يعمل دايت معينه اما الدايتيشن اللي وصف لي اياها اكيد بده يعمل يمكن يزيد وزن العضل تبعه اما بده ينزل من وزنه مشان مسابقه معينه ما اجبار تكون بس لاشخاص عندهم مشاكل صحية. ما فينا مثلا ننزل وزنه مشان فستان معين كهيدي ما هذه كمان مهمه مش لانه انا مريض عم نزل وزني لألبس بدله اما لتبسي فستان كمان هذا مش لانه ما في حدا يعني مش اجباري على طول تنزيل الوزن هو بيرتبط بحاله مرضيه اوقات في اشخاص بيكون عندهم هدف بتعرفي اخذنا جميع الاشخاص اللي بيعملوا كثير سبور بيكون عندهم بطولات بتلاقي الدايتيشن تبعهم بتعرفي اللي بيعملوا بطولات بيكون عندهم فريق طبي بينصحهم شو بدهم يعملوا بصير يحددوا لهم وجباتهم هلا هذوك اكيد عندهم فريق طبي فين يعملوها يعني فين يحددوا لهم كم كالوري اكلوا نحن كاشخاص طبيعيه بالبيت ست بيت رجال بيشتغل نحمل الكالكوليتر وما نحمل الكالكوليتر لذلك بدنا نعمل شيء اسمه سكيني ريسيبيز هذي بسموهم سكيني ريسيبيز شو سكيني ريسيبي يعني ريسيبي مصغره اوكي بحب هالاكله بحب البيتزا انا بس ما اجبري اكل اللارج اكسترا لارج بيتزا فينا اكل هاي المحشيه بجبنه شو ما كان عليها ما مشكله بس هي كله كاونت كالوري يعني هذا البيتزا قد ايه وزنها كم جرام اوكي كم كالوري فيها ساعتها انا عم بعد كالوري طب مش صارت شغله صعبه شوي لا 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 عم بقول لك بدل ما اكل البيتزا كلها باخذ سلايس بيتزا خلصت طب خلينا نشوف هلا لكن كيف نعمل البيتزا هلا حنعمل تارت تارت توميتو حنستعمل فيها باف بيستري اوكي بندورة تشيري توميتو بصل اكيد بارميزان بيض طحين كله حنعمله عجينه فوتوا على الفرن ينطبخوا اوكي فهيدي كمان فيها تكون بدل ما اعمل تارت 30 سم وكذا لحالي بعمل تارت 12 سم وكذا لحالي بكون عملت شو ليميتيشن للكالوريز الانتيك اللي عم باكله هي الطريقه فيني انا اسيطر على الاكل تبعي اوكي هلا حناخذ اول شيء البصل اوكي فمثل كيف كمان فينا نسيطر على الكالوريز انه بناخذ جبنه لايت هلا انا ما بحب انا شخصيا وانت ما يعني خليتني غير رايي وبطل اخذ جبنه والبان وحليب لايت ايه بس بقلل الكميه زعتر ما بكثر الكميه هذا فكره بدك مين يوقفك لما تبلش بالاكل مين يوقفك لتتحكم بالكميه عشان هون ما هيدا المهم المستحيل مش مهم مستحيل مستحيله انت مالك جلد هيدي ولما يكون في الاكل يعني هيك كثير طيب وفي انواع من الاكل يعني بتاكل بتحس بالشبع يعني ايه ملي ما بتحسي بالشبع بس بتصر انك تاكلي بعد هي المشكله بتصير معك يا شاب انا اللي بتصير معي طيب انت كيف مثلا قررت انه هيدي الوجبه هي اقل من 300 كالوري مش انا اللي قررت اكيد فتت على اكيد ريسيرش فانا كل هول وصلت اخصيصا ما فينا نختبع من عندي أوكي. انا اول شيء ما بعرف كيف بلعب كالوريز ففوت على ويب سايت خصوصي بيكونوا ابروفد من بلندن ولا بامريكا ولا منظمات صحيه 100% منظمات صحيه بيقولوا انه مثلا هاي الكالوريز هالقد هاي الوجبه هالقد الكالوريز تبعولها بس لازم نستعمل مثلا جبنه لايت مكتوب كلها بالوصفه أوكي. انا بنفذ الوصفه مثل ما هي بتلاقيها مكتوبه 1 2 3 4 فانا بستعمل نفس هالوصفه وفي كثير انواع من الوصفات مثلا انه شو بيخطر على بالك ممكن تلاقي كل شيء تقريبا في مثلا مندي لايت ما في مندي لايت بالعالم شو مندي لايت طيب في مثلا مومبايت لايت كمان ما بتزبط معك ما بعرف صعب لك عم صعبك ليه عم تحلمي ليه عم تحلمي احلام صعبه هلا هون البصل اكيد حنقليه اوكي هلا على طول يعني فينا ناكل اشياء دسمه شوي بس بنحاول مثلا انه مره بالشهر مره بالاسبوعين 100% ناخذ مثلا مندي اشياء دسمه نحن بنحبها هيك ما بنكون عم نحرم حالنا لانه مجرد ما تفوت بمرحله الحرمان وتحرم حالك بتصير تفش خلقك اكثر بالاكل 100% بلا ما ينتبه الواحد ايه وتاكل اكثر كميات اكبر حناخذ شوي من هالبندوره لكن تشيري توميتو وبندوره عادي
ليه مثلا؟ هي لانه طارت البندوره فعم تستعمل البندوره منشكلها شوي، هي شويه تشيري توميتو بتحسها شوي سويت. ايه هي ساور سويت. ساور سويت مزبوط.